لم يصنع اسم الإمبراطور الوصلاوي اللاعبون وحدهم، فالإنجازات ما كان لها أن تحدث من دون جمهور واعي يشجع ويؤازر ويتفنن ويبتكر في أسلوب التشجيع. والجمهور الوصلاوي يتسم بالكم والكيف معا، فرابطته من أكبر وأبرز روابط التشجيع في الدولة. هذا الجمهور يعني بأمانة تجلس وياه دقيقة واحدة تحس أنك بعد ما قدمت حاجة، تجلس نص ساعة تحس أن الوقت يبقى الوصل. وهنا الفرحة للجماهير الأزلية، الجماهير الأكبر في الإمارات، الجماهير الأروع في وفائها بين الفريقين دوما ودائما. حديث بين الشوطين مع الأسطورة زهير بخيت، تحدث لم يتحدث عن نفسه، فقط تحدث عن هذا الجمهور، لم يذكر نفسه، لا معلومات عن نفسه، ولكن تحدث بأن الجمهور هو دوما ودائما ما كان العامل الأهم للإبداع بالنسبة لهم، والآن الجمهور حاضر وبإبداع جماهيره. فالوصل ناد ولد في بداية منتصف الستينات وأصبح اليوم قصة مجد لا يمكن تجاهلها. كثرت ألقابه بين إمبراطور وفهود وبرازيل الإمارات، ولكن لحقيقة ومعنى اسمه الأصلي وقع أكثر من كل الألقاب، فهي قلعة منحت الخليج أسماء ونجوم لا زالوا في سماء الذاكرة، وبقيت صورهم واضحة المعالم حتى وإن ذهبت إلى أدراج الماضي وملفات الأرشيف. نبقى عائلة واحدة، الوصل تعود أن يكون قلب واحد، عائلة واحدة. إحنا اللي نتمنى نشوف فريقنا يفوز، نحن من حقنا أن نشوف فريقنا يفوز، ما كنا نطلب أكثر من هالشيء هذا. الكرة بتتخلص، ضغط وصلاوي، محاولة في المرور، بعد يقول الله، الإمبراطور يريد بطولة، الذهب يبحث عن الذهب، الفهود تريد أن تعود في هذا الموسم. نشاهد الآن القلوب حتى هذه اللحظة غير مرتاحة، والتسديدة القوية في مكان الله.
مرسوم للإمبراطور يجب أن ينفذ في الحال. الله أكبر، الله أكبر يا ذهب، ذهب ذهب ذهب، والله ودك الخشب، الله أكبر عليه. بنين تحدى جمهور الوسط. نعم. آه. لا ما حد يقدر يتحدانا بيه. اول شيء نقول الله اليوم يومك يا الوصل، انت الامل وانت البطل، العب وجمهورك معك يبقى معك مهما حصل. اليوم يومك يا الوصل، انت الامل وانت البطل، العب وجمهورك معك يبقى معك مهما حصل. اصفر ولونك من الذهب، تلعب وفي لعبك عجب.